مساء الورد، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ خلاص استعدوا، رمضان بكرة. انا عن نفسي بحب اجواء رمضان جدا. بصوا، الفيديو النهاردة فيديو مميز، لاني اتطلب مني كتير بعض مربين بيربوا جديد يطير منهم فرد من القص، سواء النتاية او الذكر، ما بيبقى فيه زغاليل الحجم ده او كبار وما بيعرفش يأكل، وممكن يسبب في موت الانتاج عنده او الزغاليل. فاحنا هنتعلم مع بعض بابسط الامكانيات، ولو انت مبتدئ ما بتعرفش حاجة تعرف تأكل الزغاليل كويس جدا، وهيبقى كمان صحتهم ممتازة. بس احنا بنعمل الموضوع دوت في كذا حاجة. اول حالة ان يطير فرد من القص، تاني حاجة ان يطلع عندنا زغلول كبير وزغلول صغير. الاهالي مش قادرة تأكل الزغلولين كويس، فبنساعد وبنأكل زغلول منهم يعني، او بنكبر. في تالت حالة لو احنا عايزين الانتاج بتاعنا بسرعة، الزغاليل تكبر بسرعة، فبنساعد مع الاهالي. يعني شوفوا قصادكم ثلاث اختيارات. طيب خلونا بس نمشي واحدة واحدة برضو عشان المبتدئين معنا. التغذية بتاعت الحمام من اول ما بيطلع او بيفقس من البيضة بتختلف التغذية، يعني عن عمر 3 4 ايام بيختلف، عن 7 ايام بيختلف، عن 20 يوم في فرق. زي البيبي الصغير بالظبط. معلش انا بعتذر على الاصوات. معلش. زي البيبي الصغير بالظبط، اول ما بيتولد مامته بتاكله لبن، بعد كده بنبتدي ان احنا نخشن له تدريجيا الاكل المهروس، بعد كده بيبتدي ياكل الاكل الصلب بتاعنا عادي وبيقدر يمضغه. فهو نفس الفكره كده، فكره الفرخ بتاع الحمام. طيب خلونا نيجي للمرحله اللي هي المرحله الصغيره، دول عمر تقريبا 4 ايام. بصوا كده، انا عايزاكم تركزوا معايا. شايفين الحوصلة؟ استنى، هنا هتلاقوا الاكل ناعم مع تخشينة درة عوجة اللي هي الرفيعة. ده عمر، معلش، ده عمر بالظبط 5 ايام، مش اول 3 ايام، ده 5 ايام. اهو نفس الحكاية التاني، اهو هو، مش عارفة واضح ولا لا، اهو شايفين غير لما ده، شايفين ده كله واكل اكل خشن. طيب هنيجي بقى نشوف هنأكل ده ازاي. بصوا انا اهو، انا جبت السرنجة اهي اهي، فتحتها. انا همشي واحدة واحدة معاكم خطوة خطوة. بصوا الجزء ده بيبقى فيه ابرة، الابرة دي انا مش هحتاجها في اي حاجة، هسندها كده. وفي عندي، انا بقول اللي هم ما عنده، هو المفروض في زي كده يعني زي خرطوم رفيع كده بيتباع عند العجلات، مش عارفه اسمه ايه، بس يعني قولوا الخرطوم الرفيع كده ممكن تجيبه منه. بس انا قلت لو انت مش متوافق هتفتح بال هنا، هو بسكينة مقص الجزء اللي من فوق، وهتعمل دي في دي كده. تمام، موضوع صعب، موضوع سهل جدا اهو، عشان هنأكل دول. وهقرب الكاميرا ونعمل زوم ونأكلهم اكنك واقف معايا بالظبط. ده بقى ايه؟ بص قصادك كذا اختيار، ما تعقدش نفسك. اللي موجود منه الاكل ده من عمر يوم، اللي انا هوريه لك ده من عمر يوم لعمر 5 ايام هتأكله. يا اما هتجيب الكلفة بتاعتك العادية جدا وتنقعها، دي زبلة، وهتنقعها لمدة 2 ساعة، وفي الكبة اللي عندك في البيت تبتدي مع شوية مية تطحنهم. اهم حاجة يبقى الخليط مهروس زي كده. او هقول لك على حاجة، ما عندكش كبة وما عندكش الكلفة حاليا دلوقتي، هتعمل ايه؟ هتنزل لأي محل بتاع طعمية، هتجيب عجينة طعمية وتخففها بشوية مية، المهم تبقى سايلة يعني، دي تخينة كده شوية، انا هضيف لها شوية ايه، شوية مية. ماشي، لو هي ما مشيتش يعني معايا في السرنج، ما فيش عجينة طعمية وما فيش كلفة، هتجيب زي ما انا عملت كده، ده رغيف ناشف لينته وفرمته في الكبة. المهم بصوا يبقى ناعم بالشكل ده. في حاجة تانية؟ في حاجة تانية، ممكن تجيب بسكوت، البسكوت السادة ده برضو تكسره تنقعه في شوية مية، المهم يدوب. في حاجة تانية؟ ممكن تجيب سيريلاك وتدوبه. كل الحاجات دي من عمر يوم لعمر 5 ايام. انا هخفف دول بشوية مية وهنشوف هنأكلهم ازاي. بص يا باشا، هنجيب
اهي السرنجة بتاعتنا انا هم خفيفاه شايفين، ولو في شوية مية كمان بقى سائل عن كده مفيش مشكلة اهي، عشان بس تيجي في السرنجة اهي على قد مثلا احنا هنديله سنتي واحد لحد ما نشوف اتملت الحويصلة بتاعته، وهنجيب اللي هي بتاعت فين اهي هنقفلها برضو كده بالطريقة دي. هنفتح بقى البق ازاي؟ ايدي اليمين، ايدي اليمين دي هي الماسكة الايه الحقنة، وهاجي كده هفتح طرفين ايدي دول اللي هفتحهم كده اهو ماشي اهو انا مثبتة ايدي، وهنا بس تاني يكفي سنتي واحد اهو ما تخافش، دي مش يعني دي مش تخينة ولا حاجة. لو انت عايز تجيب زي ما قلت لك كده الخرطوم الرفيع ده بيتباع عند ال شايف ما بنتش، هوريكم حاجة تانية اهو بصوا السرنجة في دي تاني تقريبا سنتي واحد، عايز تزود 2 سنتي مفيش مشكلة، بس اهي مادام مليانة كده خلاص ما تزودش عن كده. الناحية التانية نركز برضو هنا اهي باجي هنا بسحب السرنجة على قد سنتي تقريبا او 2 سنتي بصوا 2 سنتي اهو، بس عشان الاهالي كانت مأكلة، وهفتح كده اهو ادخل ده استنى ما بنش ثواني اهو بايدي الشمال هفتح بق الزغلول الصغير اهو شايفين، واحط دي هنا كده بس يا سيدي زي الفل كده. انت مش محتاج اهو استنى انا بس عشان مكبر ال2 سنتي في دقيقة، هي مش محتاجة منك اهي شايف 100 100. عايز تديله بقى مية نفس الحكاية، هنعمل بالسرنجة ونيجي كده سنتي واحد بس مش اكتر عشان ما يرجعش مننا، يعني عشان هو اساسا الاهالي مأكلاه. بس يا باشا موضوع ايه بسيط اهو شايف، استنى بس ايه طلعهم لكم من الطاجن شوفوا منظرهم عامل ازاي. ده من عمر يوم ل5 ايام هتعمل الحركة دي. لو هي الزغاليل عندك عايز ان انت تساعد الاهالي، لو اصغر من كده كمان نفس الحكاية خلاص الدنيا 100 100. انا هنضف بس هوقف انضف الطاجن واحطهم ونشوف بقى الكبار دولت هنأكلهم ازاي، من 10 اللي بقى لحد ما يكبروا بقى لحد 25 يوم. انت حابب تزق الزغاليل هتجيب الزغلول بالطريقة دي اهو، هو في طريقتين، طريقة انا مش عارفة اعملها دلوقتي لاني احنا بنزق ببقنا بنحط الغلة ونفضل ايه نزق، يا اما بفتح بايدي الشمال ثواني مفيش حاجه بنت ولا ايه اهو، يا اما بفتح كده واهو شايف اديله ايه نفس اهو ماشي، عايز اديله بقه ميه لو كده انا كده اهو. طب لو هو اصغر من كده ومش عارف يشرب بالسرنجه دي بتاعتي اهي الميه نفس الحكايه، هسحب وافتح بقه وانزل اهو الماي. بس يا باشا موضوع ايه بسيط وسهل. دي بقى ممكن تثبتها لو يعني باي حاجه عشان ما تفكش منك ماشي، تحشنها عندك سلوتيب عندك حته المعايه حته شريطه حته خيطه، يعني لو انت عايز تثبتها عشان ما تفكش ماشي، هتفضل بتعمل كده لحد ما تتأكد ان الحويصلة بتاعته ايه مليانة. نفس الحكاية نجرب ده كمان اهو، هفتح بق. الفيديو ده مهم صدقوني مهم جدا، لو لقيت عندك الزغاليل ضعفانة
اعمل الموضوع دوت يعني، او الاهالي ما بتزقش غير ان هي تكون مريضة يعني. الاهالي مجرد ان هي في حاجة جت في اهو ماشي، وافضل ايه اعمل كده عشان مفيش حاجة توقف ايه في زور تاني اهو. واجي بالغلة، معلش اخد بقى الكلفة عندي اهو ماشي، واجي اهو بالمية. استنى 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 اهو، شايفين بثبت ايدي يعني، ايدي دي استنى في حاجة دخلت، بثبت ايدي كده، ما تخافش الزغلول مش هيحصل له حاجة، او الفرخ الحمام يعني مش هيحصل له حاجة اهو. واختي بس اهو، وادخل دي كده اهي يا باشا. ثواني ثواني بس. بص هتلاقي في البتاع دوت ايه، في على فكره ممكن لو الزغاليل صغيره وانت بتربي حمام بلدي بهدف الاكل والذبيح حط علف لينه برضو. انا بتكلم للحمام البلدي او الحمام اللاحم، بتقدر ان انت تلين العلف اللي هو بيبقى علف مخصص للحمام، لان في انواع اعلاف رديئه ومش حلوه متخلط فيها حاجات مش يعني مش معلومه الهويه، فانت الاضمن لو انت اضمن حاجه ان انت تجيب بقوليات وتنقعها وتطحن، ده اضمن حاجه. بس في اسوأ الفروض ممكن تعمل اللي هو العيش، او تعمل البسكوت او السريلاك او اي حاجه تبقى على الشكل السائل. طب اللي يفيد مننا دوت، طبعا يفضل ان انت تعمل على قد الكميه يعني، نص رغيف مثلا، تشوف انت هياكلوا قد ايه، انا ما اعرفش الرغيف عندكم قد ايه، المهم ايه تلين حاجه بسيطه اول باول، تتخلص من الباقي عشان ما يحصلش تخمير او يحصل فيه حاجه في الاكل. وخلوا بالكم الزغاليل برضو بتبقى مناعتها ضعيفه، والاكل يفضل ان يكون نظيف او طازه كمان، فانت لما تيجي تعمل حط شويه بشويه وتخلص. لو في حاجه زادت كده وما عندكش ثلاجه وما عندكش زغاليل تاكلهم يبقى تخلص منهم احسن ما تاذي الحمام. يا رب يكون الفيديو النهارده مفيد. بفكركم بالمسابقه يا رجاله يا شباب يا جدعان يا اللي واقفين في ظهري وبتدعموا قناتي، انا عملت المسابقه بتاعه الدكر الهزاز، اتمنى ان انتم مش مجرد تكتبوا تعليق ولايك وخلاص، شوفوا الفيديو يا جماعه للنهايه، لان ما بيتشافش دقيقه او دقيقتين والقناه عندي فعلا محتاجه الدعم بتاعكم. شكرا جدا للي شافني لنهايه الفيديو، وان شاء الله هعلن على الفائز يوم الاحد ان شاء الله. يلا مع الف سلامه، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.